احنا المصنع الاول في مصر والشرق الاوسط في تصنيع مواد العزل. احنا وقفنا استيراد كل مواد العزل من بره وخليناها صناعه محليه. صح الكلام ده ولا لا؟ لا حقيقي. روكال براند وهو رحله ومجهود اكتر من 20 سنه. النهارده احنا بنتوجها الحمد لله بخروج المنتج الصوف الحراري اللي احنا زمان كنا بنستورد كل مستلزمات العزل في مصر بالكامل كان بيتم استيرادها. واحنا اول ما ابتدينا شغل في المجال دوت ابتدينا زي اي حد، ابتدينا باستيراد المواد العازله، ما كانش فيه لسه رؤيه للصناعه. ومع الوقت ابتدينا نضخ استثمارات واحده واحده في الانتاج لحد ما وصلنا للحجم الحمد لله اللي احنا وصلنا له النهارده. طبعا احنا ابتدينا باستيراد المواد العازله بدايه من الاكسسوار، بدايه من المنتج الاساسي اللي بنستخدمه في عزل الحراره، كل ده كان بيتم استيراده من الخارج. واحده واحده ابتدينا نصنع الكلام دوت من 2003. ابتدينا بخط انتاج صغير جدا بسيط جدا، لكن ابتدينا ندخل مفهوم الصناعه واحده واحده. كبرنا خطوط الانتاج لان انت لما بتبتدي بحاجه صغيره العائد اللي بيجي لك انت بتعيد استثماره تاني وثالث ورابع لحد ما تقدر توصل في مكانه تنافس فيها البراندات العالميه. الحمد لله احنا لا نقل عن اي مصنع موجود في اوروبا او في امريكا، بدليل ان احنا دلوقتي اسمنا كبراند بقى موجود في دول و 30 دوله اسيا اوروبا ودول العربيه. ده حقيقي 30 دوله، والكلام ده احنا ابتدينا فيه في وقت قصير جدا. المنتج بتاعنا ده صعب جدا في منافسته لان هو بياخد حيز كبير، حجم كبير، فبتبقى تكلفه نقله كبيره جدا، وهو منتج مش غالي لكن الامباكت بتاعه ومردوده عالي جدا، اضعاف 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 اللي انت هتصرفه على المنتج دوت. واحنا الحمد لله بننافس في دول كمان فيها خطوط انتاج للمنتجات دي. هو حضرتك بتخترق الاسواق دي ازاي؟ انت بتعمل براند لازم يبقى عندك توجه ان انا مش بعمل منتج وخلاص، لا انا بعمل منتج لازم استثمر فيه، مش مجرد انا يعني انا مش بعمل منتج بس، المنتج ده جزء من الصوره، لكن في حاجات تانية انت لازم تستثمر فيها. لازم تستثمر في شهادات المنتج، لازم تستثمر في التطوير عندك انت في المنشاه بتاعتك، لازم تستثمر في تطوير العامل البشري. لازم اعرف هل انت فاهم في الصناعه دي ولا لا، هل انت هتتجاوب مع متطلباتي اللي انا عايزها ولا لا، هل انت على درايه بالمنتج بتاعك، هل انت على درايه بمتطلبات السوق المنافسه بتاعتك. غير كده كمان انت لازم تستثمر في التسويق، انت لازم تنزل معارض. انت عندك الدوله بصراحه عامله مبادره بقى شغاله بقى اكتر من 15 20 سنه دعم الصادرات. انت اي معرض خارج جمهوريه مصر العربيه تاخد دعم عليه يوصل لغايه 80%. احنا من سنتين طلعنا معرض في فرنسا، ابتدينا نخترق الاسواق دي بالطريقه دي. انت لازم تتواجد في مكان السوق والناس تدي لك الفرصه. اول ما المنتج بتاعك يخش اول مره جوه السوق هنا انت بتبتدي رحله البدايه، بيجي لك الفيدباك. يعني مش ترتاح؟ لا ده انت تبدا المعركه. انت كده بتبتدي بقى انت بتحط رجلك تشوف بقى الفيدباك اللي بيجي لك، والله منتجك كويس، لا ده محتاج شويه تعديل. عايز حضرتك يا باشمهندس تفهمنا يعني ايه مواد عزل وبتعزل ايه واهميتها ايه وبتوفر لنا ايه، فهمنا بالراحه. المواد العازله ببساطه جدا هي مواد بتمنع انتقال الحراره او الميه او الصوت من فراغ للتاني او من مكان للتاني، ده بكل بساطه. احنا ده بالنسبه لنا مهم في ايه؟ اكبر ميزه او اكبر عائد منه هو توفير الطاقه، ان انت تمنع انتقال الحراره هو بيساعدك في تقليل استهلاكك للطاقه. تاني حاجه في مش ميزه في اهميه هو حمايه المنشآت، انت بتحمي استثمارك. عزل الرطوبه وعزل الميه ده شيء اساسي جدا طبعا. ده بيحمي استثمارك لان لو ما عملتش كده المنشاه بتاعتك صرفت عليها مليارات وملايين لكن ما عملتهاش بطريقه سليمه وبطريقه مظبوطه. انا عايز اذكر حاجه بس حضرتك قلتها لي، ان احنا عندنا حوالي 6 عائلات، في قلب هذه العائلات 50,000 منتج. ده حقيقي من قلب مصنع روكال. ده حقيقي. كل تطبيق ليه منتج مختلف، في عميل يطلب سمك قليل، عميل يطلب سمك عالي، في احنا بنشتغل في قطاعات كتير، قطاع الاجهزه المنزليه ده قطاع كبير جدا بالنسبه لنا، ده بيبقى ليه منتجات مخصوصه. مصانع السيارات في شركه كبيره جدا في مصر ما شاء الله عليها بتصدر للندن وبتصدر لدول العالم كله، دي كلها بتستخدم عزل من عندنا. كل ده كنا بنستورده هندسه. كل ده كنا بنستورده. صناعه الترفيه، السينمات والمسارح، دور الاوبرا، الاوبرا المصريه كله من هنا، الاوبرا في العاصمه الاداريه الاستشاري بتاعها خواجه واخد العزل من عندنا. زي ما حضرتك شفت احنا صورنا حلقه قبل كده في الابراج الشركه الصينيه سي بي دي قلب العاصمه. قلب العاصمه دي كلها بالكامل عزل من محلي من عندنا.